بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب جواز اتخاذ الأنماط. والأنماط جمع نمط، والنمط باللغة بتاعتنا المصرية الستائر اللي بنحطها على الشبابيك وعلى البيبان والحاجات دي، والمفارش السرير، كل دي يسموه أنماط. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 70 بعد 500 و5000، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمر. قال عمر وقتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. سيدنا جابر كان فقير يعني، وكان عنده 9 بنات إخوات، وأبوه استشهد في أحد، وكان من يعتبر من الفقراء يعني في الأنصار. فلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتخذت أنماطا؟ يعني جبت مفرش سرير كده شيك كده وحاجة جميلة كده زي العروسة والعريس. قلت: وأن لنا أنماط، احنا عارف يعني وحجيبها منين دي؟ قال: أما إنها ستكون. وده برضو من ضمن الإعلام بالغيوب، دي من ضمن الإعلام بالغيوب، لأن لم تحدث إلا بعد الفتوحات الشام، يعني بعد وفاة النبي بسنوات، وكثرت الأموال بعد كده وعاشوا في القصور الصحابة، بعد ما كانوا عايشين في خيام وفي حجرات ضيقة عاشوا في القصور بعد ذلك. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. يعني كل ما يدخل يشوفه يعني زينة. الصحابة تعودوا على بعد عن الزينة، ولا بعيدي عني ده، تقول له: مش النبي بنقولك ستكون؟ بتتعلل يعني بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد: فأدعها. لما تقول له كده يسيبها بقى. باب كراهية كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. يعني ما فيش داعي للتزود من زينة الدنيا. الزيادة من زينة الدنيا زي ما قلنا امبارح تؤدي إلى أولا قسوة القلب، وأنك تتلهي فيها أكتر، فيبقى مشاغلك كتير. تصور أنت عندك مثلا عمارة في القاهرة، وعندك شقة في اسكندرية، واحدة تانية في الساحل الشمالي، وعندك مش عارف عمارة تانية في فرنسا، واحدة تانية في الجزائر، واحدة مش عارف فين في بتاع، وكل شوية يجي لك تليفونات: ألوه العمارة اللي في اسكندرية غرقت، ألوه الشقة اللي مش عارف فين النور اتقطع فيها، ألوه العمارة اللي هناك دي اتسرقت. تلاقي نفسك في مشاغل وتشويش وتشتيت. ده اللي بيحصل، كل ما تزديد أموالك كل ما تزداد تشتيت. فهمت ازاي؟ فالنبي كانش يحب الحكاية دي، كان يحب جمع الشمل. تبقى شملك ملموم، تقول الله اكبر، تقعد تصلي، مفيش تشتيت، تبقى خالص لله كده.
علشان كده النبي كان ايه ما يحبش ياخد ايه فراش ازيد من اللي عايزه، ولا زينه ازيد من الضروريه، ولا لباس ازيد من اللي عنده. يعني حتى لدرجه لما يشتري لبس جديد يقوم يعني يلبس الجديد ويدور على اللي كان قديم يتصدق بيه، يعني ما عندوش حتى دولاب خزانه يحط فيها الهدوم، مش محتاج صلى الله عليه وسلم. وانت عندك خزانه شتوي وصيفي وصندره وتحت السرير وصحاره وشغلانه، وفي الاخر تقول احنا عارفين نعيش حاجه، قول الحمد لله يا اخي، يا اخي قول الحمد لله. الكلام ده ليا على فكره مش ليك، الكلام ده بكلم نفسي، اني اكلم نفسي، اخرسي يا نفسي. باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. وعنه به قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني مفيش داعي تبقى هي عندك فرش كتيرة، ما هو الشيطان بيدور على حتة يتوى فيها. لما يبقى عندك بقى حجرات قافلها واخد بالك ما فيش حد بيستعملهاش، دي مليانة شياطين شغالة، معفرة نفسك انت اللي جابه لنفسك، فربنا ينجينا يا سيدي. على اي حال بقى رأيت الكرسي لحسن تخاف تدخل بيتك بعد كده. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. كنا احنا خدنا الباب ده تقريبا في باب الإيمان قبل كده، وقلنا ان بالنسبة للرجل أفضل حاجة للثوب يصل لنصف ساقه ويباح إلى الكعبين، مباح ما زاد عن الكعبين، مكروه إن كان لغير غرض الخيلاء وحرام إن كان من أجل الخيلاء. قلنا هذا بالتفصيل قبل كده، ده خلاصة الأحكام يعني. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. يبقى العبرة بالكبر يعني والغرور، يقول لك خال الرجل أي تكبر الرجل، خال يخيل أي تكبر، واخد بالك؟ يبقى خالة والخيلاء، يبقى خالة فعلها خالة ومنها اختالة، إن الله لا يحب إيه كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، سيئه عند ربك مكروها. قراءتين واخد بالك، قرأناها النهارده في سورة إيه؟ الإسراء. احنا النهارده مر علينا صور كتيرة يعني ما شاء الله، أي حاجة هقولها لك طلعنا صلينا بيها النهارده. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد يعني تحول إسناد يعني تحول إسناد قال وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة، يعني لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني لا ينظر الله إليه نظر رحمة أو نظر رضا أو نظر إكرام أو نظر محبة، هذه معناها. وعنه به قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء
لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه من الخيلاء من يعني بسبب أي بسبب الخيلاء أي من أجل الخيلاء يبقى من إما السببية أي بسبب أو الأجلية العلة يعني أي لعلة الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه يعني بدل ما قال من جر ثوبه قال هناك من جر ثيابه. ودي دقة المسلمين في البلاغ. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة المخيلة اللي هو الإعجاب يعني والكبر يعني. إحنا على فكرة الوقت المصريين نقول عليها إيه العياء بيتعايق بيتأمع كل دي لغة مصرية اللي هي المخيلة يقول لك ماشي يتأمع زي البامية يعني إيه المخيلة يعني يتكبر يعني فهمت إزاي كل دي معاني في العامية مأخوذة من أصل إيه في الفصيح. من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حا قال وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره والإزار هو الذي يغطي النصف الأسفل من البدن يسموه إزار كل ما غطى النصف الأسفل من البدن يسموه إزار وما غطى النصف الأعلى من البدن يسموه رداء. ولم يقولوا ثوبه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ومعلوم أن جر الثوب يسموه إسبال وعشان كده هو الإسبال يدور بين الحرمة والكراهة مكروه إن كان لا لغرض الخيلاء وحرام إن كان من أجل الخيلاء والإسبال يكون في الثوب ويكون في العمامة ويكون في الكم في العمامة كمان في عمامة يروح ايه عامل العدبة بتاعتها دي يعملها 3-4 متر ده نوع من الإسبال أيضا مكروه وإذا كان من أجل الكبر يبقى برضو حرام وكذلك الكم. كنتوا بتشوفوا بعض الأفلام التاريخية كان الثياب بتاع الناس المتكبرين زمان يبقى الكم ايه طويل كده مدلدل للأرض وإيديه مستخبية فيه أو ده نوع من الإسبال أيضا مكروه وإذا كان من أجل غرض الخيلاء يبقى حرام. فهمت؟ يبقى الإسبال يكون في الكم وفي الثوب
وفي العمامة. لما يصلي وهو بيرخيها وفيها نجاسة قد تبطل الصلاة. إنما لو لم يقصد الكبر يبقى لا شيء فيه. وعن أبي قال حدثني أبو الطم هو سيدنا أبو هريرة أبو بكر كان بيرخيه. أبو بكر سيدنا أبو بكر فقال له الرسول إيه لست منهم يا أبا بكر يعني أباح لأنه ما كانش يكسر الخيلاء. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد زول شوي فزدت فما زلت أتحراها بعده فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. والبشر والخيلاء والمخيلة والكبر مترادفين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. يبقى ماشي يقولي أرض تهدي ما عليك يأدي فرحان بنفسه فهمت إزاي حرام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في واحد كان ماشي كده في الأمم السابقة ربنا خسب به الأرض فيتجلجل فيها اليوم القيامة ربنا ينجينا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. مش كده برضو. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه. جمته يعني شعر عامل فورمة يعني حالق بقى ايه حلقة جميلة كده وحاجة فرحان بشعر ادي الجمة هو الشعر وبرداه ثيابه بقى آخر علاطه كل ما يمر على مراية يقف يلف قدامه فرحان بنفسه ليه لحد ما يعدي قدام قهوة بلدي يروح رش بجردة المية واخد بالك علشان يفوقه من الغرور اللي هو فيه بدون ما يقصد يعني ده هو ربنا بعته له كده. بس انا شفتها مرة واحد ماشي ببدلة اخر شياكة وقاعد ماشي يلف على نفسه واحد بقى الصبح فاتح المحل بتاعه وطالع بالجردل مش واخد باله بيرمي وده معدي خد كل الجردل ده في البدلة بتاعته اللي كان فيها قلت سبحان الله هو ربنا ده دليل ان ليه كرامة عند الراجل ده ان ربنا عايز يفوقه يعني فيش داعي يعمل كده يروح بقى ياخد دش ويلبس البيجامة بقى ايه ده. قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداء إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض. يتجلجل يعني يتحرك بجلبة يبقى ما يمشي بإيه بجلبة بصوت يسموه يتجلجل ومنها الجلجل اللي هو بيحطوه في إيه في رقبة البعير طول ما هو ماشي كده يجلجل جلاجل خدت بالك يبقى يتجلجل يعني يتحرك بجلبة حتى تقوم الساعة. وعن أبي قال يعني كأنه يعذب في قبره بأنه إيه يخترق طبقات الأرض وطبقات الأرض دي فيها مليان سخونة ونار جهنم فيها ربنا ينجينا هو قاعد يخترق فيها لحد ما تقوم القيامة فربنا ينجينا من هذا العذاب.
وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. وقول النبي إلى يوم القيامة دل على إثبات عذاب القبر أيضا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله نلتقي فجر يوم الأربعاء 6 أغسطس 10 شوال إن شاء الله أجازة سنوية. وكل عام وأنتم بخير وعندي رصيد يسمح والحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنك الغافلون.